اهلا بحضراتكم من جديد، وفي اخر فقراتنا بيسعدني ويشرفني يكون معايا الناقد الرياضي استاذ جوده ابو النور، يعني استاذنا منورنا في قناه نادي الزمالك. اهلا بك استاذ مينا، واهلا بكل مستمعي قناه الزمالك ومشاهدي قناه الزمالك. والحقيقه يعني اسمح لي في البدايه اتفضل. ان انا يعني نعزي يعني اخواتنا الفلسطينيين في هذه الهجمه الوحشية اللي تعرضوا ليها في غزة، وطبعا هم شهداءهم شهداءنا ومصابيهم مصابينا، وهم في قلوبنا، ونقول لهم برضو أبدا مصر مش هتبعد عنكم ومصر مش هتسيبكم. يعني احنا شايفين يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني موقف شجاع، وبيوضح للعالم كله هذه الوحشية وهذه الجريمة ومخاطر يعني هذه الاعتداءات. وطبعا ده دور مصر، يعني مصر هي الشقيقة الكبرى للعرب وأبدا لا تتخلى عنهم، وأبدا احنا برضو مش هنسيبهم، وإن شاء الله يعني الفلسطينيين يعني إخواتنا. في ناس كتير مصريين لهم زوجات وأزواج في فلسطين أيضا، يعني حتى في نادي الزمالك الكابتن مصطفى نجم يعني ابن فلسطين. فطبعا يعني احنا بنعزي أنفسنا، وأبدا فلسطين ستنتصر مؤكد، والشعب الفلسطيني شعب فدائي، يعني مش جديد عليه مثل هذه الأمور، وإن شاء الله إن شاء الله ينتصر، وإن شاء الله فلسطين يعني تسود كدولة عربية. يمكن عايز أسأل حضرتك، شايف إزاي حالة التضامن الموجودة في كل المؤسسات الرياضية مع أشقائنا في فلسطين؟ يمكن شفنا إن اتحاد الكرة بيعلن دي أحداد، رابطة الأندية بتعلن إن كل الفرق والحكام يرتدوا الشارات السوداء حدادا على أرواح إخواتنا في فلسطين. زي ما قلت لحضرتك، يمكن من البداية هو الرئيس يعني أعلن الحداد 3 أيام، ثم كل مؤسسات الدولة يعني متضامنة مع إخواتنا الفلسطينيين. يمكن على المستوى الرياضي وزارة الرياضة برضو أعلنت الحداد وأوقفت جميع الاحتفالات، ويعني باستثناء المنافسات الرسمية الاتحادات الرياضية كلها أيضا يعني نبهت للجان الحكام والمسابقات بأن يكون في دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين. الحقيقة يعني هي حالة عامة مش محتاجة لتوجيه. الشعب المصري بطبيعته شعب بيحب يعني الدول العربية والأشقاء العرب، وبالتالي يعني هذا شعور نابع من قلوب المصريين، والمصريين طبعا يعني قدرنا وقدر المصريين ان هم دايما هموم يعني الأمة العربية احنا بنتحملها او عبر التاريخ مش دلوقتي فقط، وده دور مصر، وان شاء الله يعني فلسطين يعني أبية وعصية، وتستطيع ان شاء الله بنصرة يعني مصر والدول العربية ان هي تقف، ونقول للعالم ينتبهوا، وان صعب قوي انك تطمس دولة او تغير هوية او تغير تركيبة سكانية لتحقيق مطامع لدولة ما، وده برضو قدر مصر. يعني انت بتحوط بك المخاطر مرة من ناحية السودان، مرة من ناحية ليبيا، مرة من الحدود الشرقية، لكن بدون مجاملة احنا عندنا قيادة سياسية واعية جدا تعي لمثل هذه الأمور، وبتأخذ القرارات القوية والحكيمة في توقيتها، والشعب يثق في القيادة السياسية وبيصطف خلفها، وكلنا على قلب رجل واحد من أجل مصر ومن أجل يعني دول عربية كلها. يمكن بيبقى صعب قوي ننقل النقلة دي، نكون بنتكلم على الأحداث اللي احنا عايشين فيها دي، وعندنا أيضا أحداث محتاجين نتكلم عليها وغصب عننا لازم ننقلها، والمشهد الانتخابي في نادي الزمالك، فيمكن واحد بيبقى مش صعب عليه يتجنب كل ما يحدث ويتحدث عن المشهد الانتخابي، ولكن بالضرورة أنا أتكلم مع حضرتك عن المشهد الانتخابي داخل نادي الزمالك، وشايف إزاي الصورة والروح المميزة بين المرشحين هذه المرة في انتخابات نادي الزمالك 2023.
اسمح لي برضو استاذ مينا، يعني اعزي الاسماعيليه ونادي الاسماعيلي في وفاه الكابتن بشير عبد الصمد، الله يعني يرحمه. نجم المنتخب ونجم نادي الاسماعيلي، يعني مسيره حافله من العطاء والنجوميه. الحقيقه كلنا يعني حزنا على ربنا يرحمه رحيله، يا رب. يعني بعد صراع طويل مع المرض. مؤكد انتخابات نادي الزمالك يعني بتفرض نفسها ولازم نتكلم عليها، ويعني إذا كنا يعني عندنا انتخابات، ولكن برضو يعني هذا لا ينسينا أبدا يعني ما يحدث في فلسطين. الحقيقة عايز أشيد بقناة الزمالك وهذه التغطية المحترفة اللي يعني قامت بها القناة بدون مجاملة وبدون ذكر أسماء أحد. يعني هذا عمل مؤسسي الحقيقة لقى يعني تقدير حياد واضح، يعني استضافة لكل المرشحين. القناة اتعملت وفتحت ذراعيها لكل المرشحين كأبناء نادي الزمالك. عاد للقناة الخطاب الهادئ العقلاني، وده أنا شايفه انعكس على الجمعية العمومية. شفنا يعني الندوات الانتخابية، المرشحين روح رياضية بينهم. بعض الناس بتمارس الحقوق الطبيعية في الطعون، هذا ده أمر وارد في الانتخابات، لكن هذا لا يفسد أبدا للود قضية. أنا شايف إن قناة الزمالك ساهمت في هدوء هذه الانتخابات. أيضا يعني اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور عماد البناني، يعني برضو ده يؤكد قيمة نادي الزمالك وحرص الدولة على نادي الزمالك عندما شكلت لجنة ثلاثية لإدارة هذه الفترة الانتقالية. كان اختيار الدكتور عماد البناني وزير الشباب والرياضة الأسبق، وبما يعني معروف عنه من حكمة ورؤية، و يعني نقول نباغة إدارية. والحقيقة برضو لازم يذكر اسمه في أنه هذه المرحلة كانت مرحلة ترتيب الأوراق، وهذه المرحلة برضو ووجود الدكتور عماد البناني أعاد الهدوء لنادي الزمالك. وبنشوف هذا العرس الديمقراطي، بتتكلم في عدد كبير من المرشحين على كل المراكز، يعني في الرئاسة 5، في النائب 3، في الصندوق أعتقد 4، 39 فوق السن، 14 تحت السن، حوالي برضو رقم يعني 14 سيدة. يعني الحقيقة كمان المرشحين كانوا جميع الأطياف، يعني أنت عندك رياضيين، رجال أعمال، قانونيين. والحلو ان كله بيجتمع تحت اسم خدمة نادي الزمالك، يمكن ده شايفينه روح المرشحين مع بعض، بيحضروا ندوات بعض، بيقعدوا مع بعض في النادي، وهم ضد بعض في المنافسة في الانتخابات، ولكن كلهم نفس الفكرة، مش ضد الفكرة، وهي حل مشاكل نادي الزمالك ويرجعوا نادي الزمالك مرة تانية لمكانته الطبيعية. سؤال، وهو ما هو دور مجلس نادي الزمالك القادم؟ الحقيقة يعني أنا عايز أقول لك إن لما يكون عندك 63,000 عضو جمعية عمومية فده رقم كبير، وهذا الرقم عنده وعي واستمع طوال الفترة الماضية لخطابات المرشحين وبرامجهم واطلع عليها، وشاف المرشح اللي في القائمة والمستقل، ويعني والكل يعني معروف لنادي الزمالك وللجمعية العمومية، فكانت الأمور واضحة تماما. وأنا أعتقد أن أعضاء الجمعية العمومية سيعتمدون على العقل أكثر من العاطفة. الزمالك يحتاج في المرحلة المقبلة إلى يعني ناس تحب العمل العام، ناس شاطرة في شغلها، مش يعني مش بنتخب واحد علشان هو يعني صديقي أو أي حاجة، لا أنا بختار واحد فعلا عنده ما يقدمه لنادي الزمالك، سواء يعني هو عنده نقطة قوة في برنامجه،
فالمفروض اني كعضو جمعيه عموميه يعني هذه النقطه اللي بتجذبني. المجلس اللي جاي عنده تحديات كبيره بتتكلم في مديونيه كبيره تصل لمليار جنيه، بتتكلم لحجز على الارصده، بتتكلم في فريق كره قدم محتاج تجديد للاعبين مثلا زي زيزو، زي فتوح، زي محمد عواد، محمد صبحي، محتاج ترفع القيد لان انت عندك يعني ايقاف قيد، وايقاف القيد محتاج الى يعني ناس محترفه تتعامل مع هذه القضايا وتكون لها تواصل مع الفيفا ومع اللاعبين علشان ترفع القيد، لانك مش هتقدر تدعم الفريق باي لاعب وانت ممنوع من القيد. عندك ايضا تقريبا دي المشكله الاساسيه، ودي المشكله اللي اي مجلس اداره تقريبا هيجري اي اول حاجه قبل شهر 12 ان هو يحلها، مع العلم ان المبلغ المادي لحل هذه المشكله مبلغ ضخم. بالتاكيد يعني ده التحدي الاكبر، لكن يعني لو استمرت هذه الروح وهذا التكاتف اعتقد يعني في مجموعه رجال اعمال كتير في الزمالك تستطيع ان تمد يدها للزمالك، رغم يعني ان ما فيش نادي بيقوم على التبرعات، ولكن هذه الظروف الاستثنائيه يعني بتفرض على اعضاء الجمعيه العموميه وعلى المرشحين حتى الذين لن يحالفهم التوفيق ان هم يثبتوا للجمعيه العموميه ان كان دافعهم هو خدمه نادي الزمالك. اعتقد ان مش القيد بس، انت عندك ايضا يعني الالعاب الاخرى، الالعاب الاخرى اللي كان الزمالك مميز فيها زي اليد، ويعني العاب كثيره لم تعد الغلبه فيها للزمالك بسبب يعني الفتره السابقه، الاستغناء عن بعض اللاعبين الاساسيين وعدم يعني ابراز صفقات جيده تليق باسم نادي الزمالك، ده عمل الجاب اللي ما بيننا دلوقتي وما بين اي فريق منافس. بالتاكيد، ولكن يعني الانديه الكبيره برضه لازم نكون واقعيين، تعود بسرعه اذا يعني انت دائما فتش عن الاداره، اذا احسنت الاداره كل الامور هتحل. وبالتالي انت عندك برضه فرع النادي في اكتوبر، يعني هذا الفرع الذي يعني تحدثوا عنه كثيرا ولم يرى النور حتى الآن، يعني الأندية اللي بتنافسك بلها بدل الفرع خمسة. الزمالك نادي كبير، الزمالك عنده أبناء على فكرة ناجحين في كل مكان وفي مناصب أخرى بعيدا عن النادي، ويستطيعوا أن هم يعني يساعدوا النادي، بس يجب عن الإدارة أنها تبحث عن هذه القوى الناعمة للنادي في كل مصر وتدعوه. يعني أنا نفسي يعملوا مؤتمر يدعو فيه كل أبناء نادي الزمالك، يعني مش شرط أعضاء الجمعية العمومية، ولكن في زملكاوية كتير، يمكن أنا بسافر مثلا في دول كتير، بشوف مثلا في إيطاليا رجال أعمال مصريين في إيطاليا يعني زملكاوية ونفسهم قوي قوي يعني يزوروا نادي الزمالك ويساعدوا نادي الزمالك. الدول العربية وخاصة الخليجية الزمالك ليه رصيد كبير فيها، حتى داخل مصر يعني انت هتلاقي ناس رجال أعمال كتير جدا جدا زملكاوية، بس الإدارة يجب الجديدة أن تحتوي هذه القوى الناعمة وترحب بها وتسمع لجميع الأفكار وتنفذ يعني اللي يعني المتاح للتنفيذ وتستفيد من الجميع. يمكن كلام حضرتك عن الاداره مهم جدا، ويمكن دلوقتي شايفين حته فصل نادي الزمالك فريق الكوره وكل الفرق الرياضيه عن المشهد الانتخابي، يمكن فريق نادي الزمالك كره القدم بيتدرب في ملاعب خارج النادي، كل الفرق الرياضيه مركزه بعيد كل البعد عن الانتخابات، مركزين في تدريباتهم ومبارياتهم، لكن بكره غدا عندنا مباراه السوبر امام فريق نادي الاهلي في كره السله. في كل الفرق بعيده كل البعد عن المشهد الحالي الانتخابي، رايك فيه؟ بالتاكيد ده طبيعي ومنطقي ومتوقع ان في الانديه الكبيره لازم الفرق الرياضيه بتنأى بنفسها والاجهزه الفنيه بتنأى بنفسها عن المشهد الانتخابي.
وده واضح طبعا مع فريق كرة القدم، مع السلة. أعتقد إن يعني الفرق الرياضية جزء من المنظومة، وبغض النظر عن الأسماء التي ستنجح، هذه الفرق ستتعامل مع المجلس الجديد، وبالتالي هي بتتصرف صح، وبنحييها يعني على ان هي تنأى بنفسها، لان يعني مش في الاحتراف ان اللاعب يتداخل في العملية الانتخابية، مش في الاحتراف ان المدرب يؤيد ويرفض، مش في الاحتراف ابدا ان الفرق الرياضية تأخذ موقف المساندة لأي مرشح. ودي على فكرة من مزايا العملية الانتخابية في نادي الزمالك، يعني هذه المرة انك الحياد يفرض نفسه. الحقيقة الحياد فرض نفسه، انا بعتبر من قناة الزمالك، لانها يعني لطفت الخطاب الإعلامي، فتحت الـ يعني أبواب القناة لكل المرشحين، الكل تحدث عن وأخذ الفرصة بالتساوي. يمكن بعض المرشحين كان يقدم برامج، برضو ده نوع من الحياد الرائع، يعني اعتزل تقديم البرنامج طوال فترة الانتخابات. ده هذه هي الإدارة، زي ما بنقول يعني إدارة القناة نجحت في إدارة المشهد الانتخابي. أيضا ده اللي بنعوله بقى على المجلس الجديد، انه يعني ينظر للماضي، يأخذ حسنات الماضي، يبتعد عن يعني الأخطاء التي حدثت في الماضي، ينظر للمستقبل، لأن المستقبل نادي الزمالك نادي كبير، تاريخ يعني عريق، هو يعني قطب الرياضة المصرية والعربية، وفي أرقام باسم نادي الزمالك برغم كل الظروف لم تتحطم. النهاردة شعبية نادي الزمالك كبيرة، انت بتشوف أطفال يعني 5 سنين، يعني مين اللي قال لهم انت زملكاوي؟ هو يعني يعني أنا بعتبر ان الشعبية والجماهيرية يعني نبت طبيعي، يعني يعني تظل شجرة الزمالك يعني تثمر وتورق، ويعني تملأ السماء بالمحبين والمشجعين لنادي الزمالك بغض النظر عن النتائج وعن البطولات. نطلع من الانتخابات ونروح بقى للأجندة الدولية اللي كان فيها مباراتين مهمين جدا جدا لمنتخبنا الوطني، ويمكن الاستعدادات كانت قوية، مباراة زامبيا ومباراة الجزائر. شايف ازاي المباراتين والمكاسب اللي طلعنا بيها من هذه المباراتين مع منتخبنا الوطني؟ الحقيقة المنتخب الوطني يعني حقق أهدافه بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية. المنتخب عرف من خلال القرعة المنتخبات اللي هيقابلها، المجموعة الثانية غانا، جيبوتي، موزمبيق الرأس الأخضر. طبعا منتخب مصر يعني يتحدث عن نفسه، أنت يعني زعيم القارة بسبع بطولات. طبعا انت البطولة الأخيرة كنت الوصيف أيضا، يعني خرجت بضربات الترجيح، ده حصل برضو في كأس العالم. طبعا مصر حظنا مش ماشي، حظنا ما كانش لنا حظ، لكن طبعا يعني مصر، يعني أنا عايز أقولها لك إن المصري يعني صعب تتنبأ بيه، يعمل المستحيل فعلا يعني. فأنا شايف التجربتين يعني مختلفتين. يمكن تجربة زامبيا ما كانتش يعني مرضية قوي أداء المنتخب، لكن أمام الجزائر برغم التعادل، لكن برغم الطرد والطرد وهذا النقص، لكن المنتخب مصر كان في الموعد واستطاع ان هو يعني يكون منافس وكاد ان يخطف الفوز امام منتخب كبير زي الجزائر. منتخب الجزائر منتخب النجوم كلهم يعني مدجج بالنجوم. اعتقد ان هناك دروس وعبر في مباراة زامبيا، هناك دروس وعبر في مباراة الجزائر. اهم الدروس والعبر هي الروح المصرية، ان احنا كمنتخب لما بنتحلى بالروح دايما، على فكرة هو يمكن المنتخبات العربية والدول العربية يقول لك انتوا اللي بيفرق معاكم مصر، كلمة مصر، مجرد ما تقولوا مصر يعني تكتسبوا قوة خارقة. فطبعا الروح بتيجي من الانتصارات، وبتيجي من الـ يعني الأداء. وانا اعتقد ان يعني مباراة الجزائر
برغم التعادل، برغم يعني اللعب بعشرة لاعبين، برغم كل ذلك لكانت مكاسبها كثيرة في يعني عودة بعض اللاعبين لمستواهم، الاطمئنان على بعض اللاعبين، الضغط، هذا الضغط الذي تتعرض له في مثل هذه المباريات هو أفضل درس يعني اللعيبة بتختزله وتكتسبه وتعبر عنه في المواجهات المقبلة. تمام، يمكن ده أهداف مهمة جدا منتخبنا الوطني اكتسبها في هذه الفترة، فترة التوقف، وبالتأكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في بطولة أمم أفريقيا أو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. يمكن الوقت لما بيكون ده ببقى عايز أبقى ملم مع حضرتك بكل النقط، فمن المنتخب الوطني أطير لنادي الزمالك، ويمكن بكرة عودة الدوري مرة أخرى بعد التوقف الدولي، مباراة سموحة استعدادات الزمالك في مباراة سموحة بعد بكرة، استعدادات الزمالك في فترة التوقف شايفها ازاي؟ طبعا نادي الزمالك يعني خارج من موسم يعني صفري، فبالتأكيد يعني هذا كان كابوس يعني، يعني الواحد كان نفسه يجري يخلص. يعني هذا لا يرضي ابدا اي احد، يعني لا جمهور ولا جميع عمومية ولا أي محب النادي الزمالك. ويمكن على فكرة الناس كلها بتتساءل ماذا يحدث في نادي الزمالك، يمكن في أسباب احنا بنشوفها المدرب واللعيبة، ولكن طبعا الأزمة المالية، ما فيش مستحقات اللاعبين، مستحقات الجهاز الفني، هذه الأمور يعني عدم الاستقرار الإداري مؤكد بينعكس على الفريق. لكن احنا يعني انت لعبت 3 مباريات فوز و2 تعادل، عندك مواجهة يعني صعبة مع سموحة برغم التفوق الزملكاوي في اللقاءات الثنائية، الا ان يبقى سموحة فريق قوي، مدربه الكابتن احمد سامي برضه من المدربين اللي قدموا نفسهم كفكر وكثبات مستوى وكندية امام الفرق الكبيرة، وبالتالي هي مباراة صعبة. يعني أتمنى أن يعني لاعبة الزمالك هذه المباراة ينظروا لها كأنها عهد جديد مع مجلس جديد، لأنها هتبقى يعني مع المجلس الجديد يعني اليوم التالي، يوم على طول اليوم التالي، وبالتالي يعني محتاجين أن احنا المباراة دي نحقق فيها الفوز علشان يعني نتقدم في الجدول ونوقف نزيف النقاط. لعبة الزمالك تقدر، تقدر يعني الزمالك خد الدوري والكاس وهو موقوف القيد وبمجموعة فريق الأمل في نادي الزمالك، يستطيع الزمالك، ولكن يعني هناك مهمة طبعا على لعيبة زي زيزو، زي فتوح، زي شيكابالا، يعني مجموعة اللاعبين اللي هم يعني عصروا الكبوات والانتصارات ان هم يعني يلموا الفريق. محتاج ايضا الاوسيريو انه يعيد النظر في يعني التغييرات المستمره في المراكز اللعيبه، يهتم بالجانب الدفاعي، يعني لان طبعا الزمالك يعني لعب 22 مباراه يعني سجل 44 هدف ودخلت شباكه 27 هدف، فدي نسبة كبيرة جدا أعتقد، نسبة كبيرة لاستقبال الأهداف. كان في مشكلة في الخط الدفاعي لنادي الزمالك، ويمكن تقريبا بيبقى في عدم تركيز في آخر 10 دقائق، يمكن آخر 10 دقائق في ماتش المقاولين، آخر 10 دقائق في مباراة النصر في البطولة العربية، في عدم تركيز بقى دايما بتضيع وبيدخل فيك فجأة أهداف. مباراة المقاولين بعد ما جبت هدف ضيعت فرصة مؤكدة، وقبلها عدد من الفرص وخلاص فاضل يعني أقل من 30 ثانية والحكم يصفر، يدخل فيك هدف يخسرك نقطتين مهمين جدا في بداية مشوارك في الدوري. بالتأكيد أخطاء، يعني أخطاء واضحة ومؤكد الجهاز الفني وصلاله هذه الأخطاء، يعني لازم يهتم بالدفاع. ما ينفعش إن أنا أستقبل 27 هدف يعني في 22 مباراة يعني مع أوسيريو فقط، يعني ده نسبة كبيرة جدا جدا. ما ينفعش ان انا اغير في المراكز بهذا التغيير الكبير يعني كل شويه، انت عندك يعني ناس هم اصلا مراكزهم ثابته في المنتخب، يعني زي فتوح، يعني ما ينفعش تغير هذا يعني فتوح هو ما راح المنتخب ولعب
لما كان راح المنتخب كان كوتش هو باك ليفت برضه المنتخب يعني. الوطني بيلعبوا باك ليفت، ما بيخليش يعني ما شفتوش خالص ان هو بيلعب خط وسط، ولكن وسوري وقرر ان هو يلعبه في خط الوسط وادى باداء قوي. ما هم يعني يمكن هقول بتقول لك، انا مش مقتنع بده. لا هو يعني يقول لك ما ينفعش يعني تغير كل الخيل في المعركة. يعني انت كأسوريو كمدير فني جديد انت بتلعب على الثوابت، واغير يعني ممكن في طريقة اللعب يعني مقبولة، لكن ما غيرش في المراكز. ايضا يعني الجهاز المعاون الكابتن مدحت عبد الهادي والكابتن عبد الواحد والكابتن احمد مجدي وهذه المجموعه برضو يعني لديها من الخبرات الكثير ان هي يعني تتشاور مع اسوريو، ويعني لان المدرب الاجنبي ما بيبقاش عنده درايه، هو اعتماده على المشاهده يعني العينية في اللحظة دي أو في الفيديوهات اللي شافها. بس حتى بعد فترة يعني، حتى بعد فترة معايشة وحتى بعد فترة تدريب الفرقة ويتفرج على الفرقة ويتفرج على لعيبته، لما تروح منتخب الوطني بيحتاج انه يسأل طبعا مساعدين، مدربين مساعدين وجودهم حتمي، ولكن بعد ما المدير الفني الاجنبي بياخد فترة كبيرة مع اللاعبين، حضرتك شايف انه برضه محتاج يسمع اكتر عن اللعيبة؟ هو طبعا يعني مشكلة المدرب الأجنبي بيبقى عنده قناعات بيطول فيها قوي علشان يغيرها. يعني هنا ذكاء الجهاز المعاون في إنه يمرر المعلومات وإنه يتعاون معاه بدون ما يجور على اختصاصاته أو يحصل صدام، يقول رأيه. يقول رأيه. والذكاء إنك يعني تمرر الرأي كده بحيث إن المدرب الأجنبي ما يشعرش بالقلق أو إنك أنه بتتدخل يتدخل في يعني. شغله، إنهم بيبقوا حساسين من الحتة دي. لكن طبعا أسوريو هو اللي هيحاسب في النهاية. رؤيتك لمباراة سموح، شايف كوتش أسوريو أو مباراة سموح ومباراة القادمة هيعمل نفس الروتيشن تاني؟ ويمكن كنت بسأل السؤال ده كابتن محمد إبراهيم في الفقرة السابقة، ولا هيثبت طريقة اللعب مع العلم إن إحنا خلاص شهر 11 فاضل له تقريبا أسبوعين أو 10 أيام، وبعدها شهر 12 30 يوم أو 31 يوم، ومن يناير نقدر نجيب لعيبة وصفقات جديدة، ولكن في ال 40 يوم دول عندنا 3 مباريات دور مجموعات كونفدرالية مصريين ومهمين جدا جدا ويأثروا على نتيجة الصعود، عندنا حوالي 4 أو 5 مباريات دوري ممتاز نتائجهم بنتكلم في حوالي 15 نقطة، نتائجهم بالتأكيد هتفرق في هذا الموسم، عندك مباراة كأس مصر تقريبا في الشهر ده. أنا أعتقد أن أسوريو محتاج يستوحي أو ينظر إلى تجربة كوبر مع المنتخب. كوبر كان عنده مجموعة قليلة من اللعيبة بيعتمد عليها، واستطاع بهذه المجموعة أن يصل نهائي كأس الأمم الأفريقية ويصل بينا كأس عالم. فأسوريو أنا شايف أن يعني الجماهير مش هتتحمل يعني إخفاق، الجماهير عايزة يعني انت بتخرج من موسم صفري علشان تعوض الموسم الثاني. فبالتالي يعني ابتعاد الزمالك في جدول الدوري من مبكر كده يعني هيقلق الجماهير، واعتقد ان اسوريو يعني لازم يعني يقتنص الفرصه، ان هو يعني فرصه كبيره. انت خدت 22 مباراه، هذه ال 22 مباراه كفيله انك تقرا وانك تعرف نقاط القوه والضعف وانك تقلل من الاخطاء بتاعتك. ده كان في اهم وقت في السيزون وده وقت ما حدش اهم وقت مفيش هزار هيتحملك فيه. وبالتالي انا شايف ان يعني اسوريو اذا ثبت تشكيل واذا ثبت طريقه لعب واذا عمل للزمالك شكل هيلقى رضا الجمهور ورضا المجلس الجديد يعني بأي أسماء فيه. أما إذا يعني صار في هذا الاتجاه وبدأ ينزف النقاط، أنت النهاردة بتلعب أرتا سولار بتخسر 2 ثم تيجي هنا برضو بتفوز، بس مش ده الزمالك. ويدخل فيه جول في الوقت اللي أنت محتاج فيه تحافظ على شباكك وتجيب 3 أهداف. فما فيش يعني ترمومتر واضح معاه بصراحة، والفريق ليس له معالم. ولكن انت في النهاية تحاسبه على نتائج، انت مش هنستنى لما تبتعد في المسابقات يعني تلاقي نفسك بعيد في الدوري، يعني بعيد في افريقيا، بعيد يعني صعب قوي. طب يعني يمكن اسال حضرتك سؤال، البطولة العربية
اداء الزمالك كان قوي جدا جدا ولامع واداء واضح في البطوله العربيه امام الفرق في البطوله العربيه، ولكن نفس اللعيبه دي بنفس الفورميشن بنفس التكتيك يلعبوا ارتا سولر اداء غير مرضي، نفس اللعيبه دي يلعبوا 3 مباريات ياخدوا فيهم حوالي 5 نقاط اداء غير مرضي، ولكن نفس المدير الفني ونفس اللعيبه. ايه الفكره؟ يعني اكيد في حاجه احنا مش واخدين بالنا، روح اللعيبه ان هي عايز تثبت نفسها. طب ما انت تثبت نفسك في الكونفدراليه والدوري المصري واثبت نفسك في البطوله العربيه. اعتقد يعني الفرق كان في الطمانينه شويه، يعني الفتره دي يعني موضوع المستحقات، موضوع مش ما فيش مجلس، يعني كل الامور دي اللاعب بيفكر فيها. يعني انت لما يكونش عندك مجلس انت عايز مستحقاتك، حتى اوسيريو نفسه يعني ليه متاخرات من السنه اللي فاتت، وبالتالي وجود مجلس يعني هيكون وقت مناسب للحكم على اوسيريو، فانه هي نفسه هيبقى عارف انه بيتعامل مع مجلس مستمر معاه لسنوات. اوسيريو ممكن يستمر لو هو يعني قدم اوراق اعتماده وقدم مباريات كويسه والفريق تقدم وتحسن هيستمر، لكن لو ما عملش اي حاجه من دي مش هيستمر بالتاكيد. لكن اللعيبه برضو يعني احيانا احنا بنطالبها بالروح، بنطالبها ب يعني فلنه الزمالك ولازم تؤدي ولكن برضو اللاعب هو يعني موضوع المستحقات، لانك انت في زمن احتراف ما فيش يمكن ده اكل عيشه يعني. مفيش يعني لعيبه بس ده اكل عيشه. الزمالك نحبه ويقول لك انا احب الزمالك بس عايز برضو مستحقاتي يعني. فاعتقد ان موضوع المستحقات ده برضو هو ثغره في اداء اللعيبه برضو. طيب يمكن عايز اسال حضرتك، غدا بالتوازي مع الانتخابات عندنا مباراه ايضا مهمه وهي كاس السوبر، نادي الزمالك لكره السله امام فريق نادي الاهلي لكره السله، نادي الزمالك بقياده كابتن مرعي، ويمكن في الحدود المتاحه للصفقات اللي احنا جايبينها محترف رجع لعيبه، بعض اللعيبه اللي كانوا خرجوا من صفوف نادي الزمالك رجعوا مره اخرى مره ثانيه. شايف ازاي مباراه غدا؟ واكيد مباراه صعبه، فريق النادي الاهلي مليء بالنجوم وايضا فريق نادي الزمالك مليء بالنجوم، مباراه صعبه التكهن بيها. هو طبعا يعني توقيت المباراه يعني يعني غريب يعني عشان الانتخابات يعني جاي في يوم يعني متحدد من فتره، ولكن مباراه مهمه واكيد بالتاكيد كل جمهور نادي الزمالك هيتابعها. ويعني ممكن هذا التوقيت يكون برضه حافز يعني ان الزمالك طبعا يستطيع ان يفعلها. فريق الزمالك للباسكت فريق قوي، المدير الفني الكابتن مرعي برضه مخضرم، ومباريات الاهلي والزمالك ليس لها اي مقاييس او اي تكهنات، هي بتعتمد على حاله اللاعبين في اثناء المباراه. ده في كله بقى في كره القدم في اي لعبه، اعتقد اللي هيكون اخطائه قليله، اللي يعني هيتحلى بالروح، اللي هيستفاد من اخطاء الغير هو اللي هيفوز بالسوبر. طبعا نتمنى نادي الزمالك يعني يتوج بهذه البطوله يعني، ويستعيد بقى يفتح دولاب الالعاب الصالات من جديد اللي كان محتكر هذه الالعاب لسنوات، ولكن يعني البساط سحب من تحت قدميه لظروف طبعا لا تخفى على احد، لكن برضو مش عاوزين نتكلم على الظروف دي كتير. يعني ان شاء الله مع المجلس الجديد ما فيش حد في هؤلاء الاعضاء يخفى عليه خافيه في مشكلات الزمالك. يعني اي مرشح تحت السن فوق السن عضو نائب امين صندوق رئيس رجل امراه عارف اللي في الزمالك، ودي برضو من المزايا ان شاء الله مع المجلس الجديد بقى يعني تحل هذه المشاكل. لكن بالتاكيد مباراه صعبه سوبر، يعني هي جوله واحده ما فيهاش يعني ايه تعويض تعويض، فطبعا لا يتحلى زي ما قلت الزمالك يتحلى بالروح، يقلل اخطائه، يستعيد ذكرياته الجميله. يعني جمهور الزمالك عليه دور كبير
في انه يبث الروح في اللاعبين وفي الجهاز الفني، كل هذه الامور تقرب الزمالك وتخليه يفوز بالبطوله. يعني رسالتك السريعه الهامه جدا لاعضاء الجمعيه العموميه غدا في انتخابات الزمالك، رسالتك السريعه. عايز اقول لاعضاء الجمعيه العموميه ان نادي الزمالك الديمقراطيه اللي بتحصل فيه دي مش موجوده في دول، فالعالم كله هيترقب هذه الديمقراطيه، ديمقراطيه الزمالك. عايزين يعني يبقى فيه روح رياضيه، عايزين بالنسبه للجمعيه العموميه نعمل العقل في اختيار المرشح، نبحث عن مصلحه الزمالك مش المصلحه الشخصيه، ننتخب ناس عندها فكر، ناس مشهود لها بالعمل العام وبالعطاء وتغليب المصلحه العامه، مش عايزين ناس تختلف مع بعضها يعني. وطبعا يعني ان شاء الله ان شاء الله اليوم يمر بخير والزمالك يفتح صفحه جديده ان شاء الله. استاذ جوده ابو النور الناقد الرياضي، نورتني وشرفتني في قناه نادي الزمالك، مكانك بيتك، نورتنا. بشكرك استاذ مينا، وبأكرر يعني شكري واعجابي وتقديري لقناه الزمالك على يعني رسالتها الاعلاميه وخطابها الهادئ اللي اعتقد هيبقى يحتذى به بدون مجامله في اي انتخابات في انديه او انتخابات عامه. نشكرك يا استاذ جوده، شكرا. شكرا. اعزائي المشاهدين، بالفعل دي نهايه حلقتنا النهارده من برنامج زملكاوي. بنوه وافكر حضراتكم غدا ان شاء الله لاول مره ومتابعه حصريه من الساعه 9 صباحا، تغطيه اعلاميه شامله متكامله لانتخابات نادينا الحبيب نادي الزمالك. مش هتشوفوا التغطيات دي غير على قناه نادي الزمالك لاول مره، تغطيه كامله من الساعه 9 صباحا لحد اعلان النتيجه في منتصف الليل. للاسف خلصت حلقتنا، الوقت الحلو بيعدي بسرعه، يعني مستنيينكم غدا ان شاء الله على خير. عاش الزمالك ان شاء الله يا رب اخر الاحزان، ما نسمعش احزان تانية. ربنا يا رب يرحم الشهداء وما نسمعش اي مكروه عن اخواتنا واشقائنا في فلسطين، ربنا معاهم ويصبرهم. توحشوني جدا جدا، اشوفكم على خير، تصبحوا على خير، سلام.